السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي جبناكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. خاوتي اللي خصاتوا أي سيارة اكتبنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. خاوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. افيو 2011 الطاقة غاز المحرك 1.84 شوفوا ماشية 270 ألف كارتغري الصافية. خوتي السيارة طوله 111 مليون موجودة في عنابة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. ليو 2012 الطاقة مازوط المحرك دوكو زيرو 140 شوفو ماشية 180 ألف كاتيغري الصافية. خاوتي السيارة عطاولو 200 مليون موجودة في الجزائر كاليتوس. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. تيوتا 99 الطاقة بنزين محرك 1.85 شوفوا كاتيجري الصافية. سعر ملاهرة يقول 50 مليون فريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في الجزائر. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. كليو كاد 2013 الطاقة بنزين محرك 1.75 شوفوا كاتيجري الصافية. خاوتي السيارة عطاولو 152 مليون موجودة في بيتنا. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. طروه سويت الور لاني 2014 طاقة مازوط المحرك 1.6 شوفو ماشية 238 في كاتيجري الصافية. السعر ملاهرة يقول 230 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في الجزائر بالرقي. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. أرونا 2019 طاقة مازوط كارتغري الصافية. خاوتي السيارة عطاولو 400 مليون موجودة في سطيف. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولى.